جمهورنا برحب بيكم مرة تانية في البيت الكبير. معنا زي ما قلنا لكم في الانترو في الأول عائلة أهلاوية جديدة هنتكلم معاها في كلام كتير، يمكن جزء كبير منه كان في التقرير دلوقتي، حوار رياضي اجتماعي عائلي في كواليس وحكايات كتير. بنتمنى إن شاء الله أنها فقرة تنال إعجاب حضراتكم. ولأن أداب الحوار أننا نبدأ بالسيدات، فالاول هنعرف كابتن ساره محسن. ساره محسن برحب بيكي. ساره حسام برحب بيكي كابتن ساره. كابتن ساره حسام لاعبه الفريق الاول زي ما شفتوا كده لكره اليد في النادي الاهلي، اللي حققت مع الفريق 15 بطوله في 5 سنين فقط، ولسه عندها حلم انها تحقق رباعيه السنه دي باذن الله. فانا برحب بيكي وان شاء الله قدها ان شاء الله. واحد من الكباتن الكبار كابتن عمرو ممدوح المدير الإداري النهاردة لفريق كرة الماء في النادي الأهلي، برضو واحد من أحسن حراس مرمى كرة الماء، صحيح يا كابتن؟ صحيح. وتاريخ كبير طبعا في النادي الأهلي ومنتخب مصر في كرة القدم طبعا. الشناوي بتاع المية. الشناوي المية صحيح. الشناوي المية. برحب بيك يا كابتن. ازيك يا كابتن؟ برحب بيك يا كابتن. برحب بيك يا كابتن برضو. منورنا في البيت الكبير، وعائلة فعلا أهلاوية 100%، ونتشرف ان تكونوا موجودين معانا النهارده في البيت الكبير. وعصام جداد بقى لهم سنه كده وكام شهر؟ بقى لكم قد ايه يا كابتن ساره؟ سنه وشهرين. ما شاء الله لسه يعني في الاول خالص. لسه بقى. ايه رايك بقى؟ ايه رايك في الجواز؟ احكي لي. ما لا والله هو مش سامعنا. لا 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 خالص يعني. لا عمرو في البيت لا يعني غير النادي خالص بصراحه يعني. هو لما بيكون في البيت. لا بجد يعني الموضوع مش يعني هو يعني بنساعد بعض كتير قوي في البيت، مش اللي هو انا كل حاجه عليا في البيت. فعلاً. لا 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 زوج متعاون يعني. لا متعاون جدا والله. لا لما بيكون عندك تدريب او مباراه او كذا لا بيبقى موجود يعني، هو على طول بيبقى معايا بيحفزني، حتى لو في ماتشات مهمه في حاجات بيبقى يعني هو على طول بتبقى متمعني على طول، يقعد يقول لي مثلا ركزي في حاجات، مثلا لو في مثلا لو احنا مثلا فتره زي مثلا يبقى فيها تمرين مثلا متاخر الكلام ده. لا هو بيبقى مراعي الكلام ده. مستشارك الرياضي كمان. لا ان شاء الله. طب دي حاجه كويسه جدا على فكره. طبعا كابتن عمرو مهم جدا انك تكون سبورت طبعا ليها، لانك انت كمان رياضي وعارف قد ايه الرياضي المستقر عائليا يعني كمان ده بيكون حوافز ليه وبيديله استقرار حتى على المستوى الفني. ده حقيقي. لكن قبل الهوا بس خلينا قبل ما نخش في الميه، انت قلت لك ما لعبتش كوره، قلت لي لا لعبت كوره. لعبت. ايه حكايتك ايه مع كره القدم؟ لعبت شويه كده يعني، او احنا صغيرين الطبيعي موجودين في النادي فبتدخل اختبارات الكوره طبيعي. فعديت من اختبار والتاني والتالت والكلام ده كله، لعبت فتره كده مع كابتن ابراهيم عبد الصمد وكابتن فوزي سكوتي، بس حصل اختبار فرقه كده فما حلفنيش التوفيق. لا هو على فكره يعني خلينا نتكلم بكل امانه، اولا نصيب يعني في ناس كتير جدا بتروح الاختبارات بتبقى على مستوى عالي جدا ممكن ما بيتشافوش او ما بيكملش، بس انت قلت لي ان يعني كنت انت استمريت دخلت القطاع الناشئين، يمكن كان كابتن شطه قال لك ان جسمك صغير. جسمي كان لسه صغير شويه لغايه 13 14 سنه كده، ف ما انت قال لي لا يصلح يعني دلوقتي علشان بنيانه ضعيف. وبقيت ما شاء الله نجم كبير في عالم كره الماء. الحمد لله. ده طب كره الميه ولا كره القدم؟ كره القدم طبعا. مثلا لا هي دي حاجه ودي حاجه يعني. دي حاجه ودي حاجه يعني. انا دايما معلش يا كابتن هاني ما تزعلش بقى. لا لا لو في حاجه تزعلنا هرد. هي القدم غدار يعني، انت ممكن تكمل لغايه فتره كبيره جدا وبعدين في وقت من الاوقات القايمه مثلا بتاعه الفريق الاول اكتملت الكلام ده فبتطلع بره، ممكن ما ترجعش تاني، ممكن مستواك يتاثر في فرق في اصاباتها اكتر بكتير. اصاباتها اكتر طبعا. فيعني طبيعه كمان ان هو ما بتبقاش الحياه الاجتماعيه انت مراعيها بالشكل الكافي نظرا المعسكرات اكتر، تدريب اكتر، ارتباطات اكتر. مظبوط مظبوط. يعني على مستوى كره الميه كحارس مرمى كنت في النادي الاهلي ارتباطاتك كنت عارف اوفق ما بين الدراسه وما بين الشغل وما بين النادي ويعني تبقى اسهل شويه. هي يعني زي ما حضرتك قلت في الاول وفي الاخر هو الموضوع نصيب. كله نصيب. صحيح. في الاول وفي الاخر وربنا ما بيعملش حاجه وحشه لحد، ما حدش عارف. طب يعني بطل كبير ونجم كبير في النادي الاهلي واهم حاجه ان هو الموضوع كله جوه الاهلي يعني. ده اهم حاجه جوه البيت الكبير. ما طلعش بره البيت الكبير بالظبط كده. الواحد من زمان
وانتمائه للمكان دوت. اكيد صحيح. اكيد كابتن ساره كمان كده تقريبا يعني تجاه من نادي الجزيره. جيت من الجزيره. انتقلت للنادي الاهلي امتى بقى؟ 2015. جيت من الجزيره للاهلي وبدات بقى بس قبل الجزيره كنت في الزمالك خلي بالك. ما قلتلوش قبل الجواز ان كنت في الزمالك. خلاص كمان بينا وبين بعض. لا كان عارف كده مصر عارف كده مصر عارف. انتقلتي في 2015 في 2015 ومن 2015 الى الان انت دلوقتي موجوده في الفريق مع خمس سنين 15 بطوله ما شاء الله. الحمد لله. مين اللي كان بيشجعك على اللعبه من بدايه؟ غير غير طبعا. احنا بصراحه العيله كلها بتلعب هاندبول يعني. عيله بابا كلها ولاد عمي ولاد عمتي من زمان قوي واحنا كلنا كنا في النادي فاحنا كلنا كنا بنلعب هاندبول. وبعدين بدانا بقى يعني انا وغاده اللي بدانا فعلا نكمل بقى اللي هو احنا بعد ما خلصنا كنا في الزمالك. انت وغاده اختك حارسه المرمى اللي اعتزلت ورجعت. هنرجع لغاده. كملي لي. فهي راحت الاهلي في موسم 2010 وانا انتقلت للجزيره. وقعدت فيها برضو في الجزيره قعدت فيها حوالي 6 سنين وبعدين جيت الاهلي واحنا لسه مكملين احنا الاثنين يعني. ما شاء الله. مين من العيله حقق برضو انجازات زي كده او يعني حقق؟ عائلتنا لا يعني احنا اخر واحد مثلا ممكن يكون ابن عمتي هو كان لسه بيلعب هاندبول حسام في النادي الاهلي؟ لا ما لعبش في النادي الاهلي كان في الجزيره وبعدين لما بدا احنا الاعمار بتبدا يعني كل سنه الفرقه الاولى مثلا الفريق الاول بيبقى عنده لعيبه وعنده اكتفاء من اللعيبه موجود فبيبقى ينشي الناشئين فهو مشي من ناشئين الزمالك كان بيلعب في تقريبا في الزهور او نادي الهلال بس بعدين بقى جات له اصابه فبطل بقى. تمام. عمرو احكي لنا برده يعني عائليا كده لقائك بكابتن ساره في اول لقاء كان جوه النادي الاهلي ولا بره؟ ولا يعني اللقاء جه الاولاني اتحكي انت او يبقى في حاجه في اللقاء الاولاني يعني لا خلي عمرو برضه يحكي يعني. لا هو كان في النادي اللقاء حصل ازاي؟ هو كان في النادي في الاهلي لما هي يعني انتقلت من الجزيره وبعدين الموضوع يعني ابتدى ياخد يعني بعيدا عن اللي هو التعارف والكلام دوت يعني ابتدى ممكن يبقى فيه يعني اللي هو يعني سنة إعجاب. يعني اعجاب شوية من بطولة افريقيا اللي هي بتاعت الهاندبول اللي كانت عندهم كانت عندنا في النادي استضافها. حضرت انت بقى حضرت انا كنت ماسك يعني في البطولة منسق العمل والاقامة والاعاشة بتاعت الفرق فكنت متابعهم بقى يعني طبعا يعني مع الفرقه بحكم بقى ما انت بحكم الشغل على طول مع الفرقه في اي مكان موجود معاها فالحمد لله يعني. بس ايه اللي لفت نظرك ليها يعني ايه طبعا كان في ناس كتير وبنات اكيد كتير ايه بقى اكتر حاجه بس اوعى بصيتها دي تخليك اوعى تخاف اسمع كلام كابتن هاني لا يعني طبعا العلاقه يعني جوه النادي وزي ما بتقولوا انتوا العيلتين طبعا منتمين للنادي الاهلي وبتبقى علاقه جميله جدا لما حتى يعني شريكه الحياه بتبقى من جوه النادي بس هي يعني سام بتقول ايه عايزه اعرف ايه اللي لفت نظرك هي مصممه من وسط لاعبات اكيد كتار يعني وانت كمان كنت منسق عام يعني مع الفرقه في رايحه جايه انت ما سبتهمش قول لي ايه اللي عجبك ايه اللي عجبك بقى في ساره ايه اللي عجبك في ساره يعني على المستوى الشخصي يعني علشان هي بتلبس 17 وانا عيد ميلادي لاحظت عشان كده التيشيرت كان 17 انت كنت لابسه 17 وانت 17 انا قلت معجبين باحمد حسن ولا حاجه لا ده رقم كده اوكي عشان كده حلوه الاجابه دي جميله لا تمشي مش مقنعه طب وانت من ناحيتك بقى يا ساره لا هو الموضوع فعلا بدا في النادي يعني اللي هو في الاول فعلا يعني هو شفنا بعض كذا مره قعدنا مع بعض بعدين لقينا ان الموضوع فيه بدا في يعني اعجاب في بعدين فعلا بدانا يعني مع البطولات كده بقى الموضوع اللي هو ايه لقينا يعني سبورت جدا معايا بيحمسني كتير بيشجعني في الموضوع بالظبط يعني فبدانا نتفاهم بدانا الموضوع بدا واحده واحده خطوه خطوه لحد ما ربنا ان شاء الله
كابتن عمرو، انت النهارده وانت بتلعب اللعبه دي اكيد يعني في مسؤوليه كمان، وخاصه ان حضرتك المدير الاداري لفريق كره المايه في النادي الاهلي. كلمنا زي الصوره اللي احنا دي 17 اهي، ده التيشيرت بتاعي، ده اللي لفت نظرك يعني في ساره بس. هو ده ما شاء الله. وانت ماسك الهاند بول وهي ماسكه الووتر بول صح؟ لا انا ماسكه الهاند بول وهو ماسك الووتر بول. بالعكس وبدلنا بعد كده، وبدلنا دي كانت في الخطوبه، دي كانت في الخطوبه، دي صوره في الخطوبه. اوكي دي بس انا شفت الصوره الثانيه انت كنت لابس 17 مبدلين بقى. هي لابسه الطاقيه وانا لابس التيشيرت. حلو. دي مسؤوليه كابتن غير مسؤوليتك اكيد وانت لاعب وانت حارس مرمى للفريق. كلمني عن مسؤوليتك النهارده وانت اداري للفرقه. بص يعني هو الواحد من اول ما ابتدى وهو شايف يعني في سياسه عمل واضحه في النادي، في كل الالعاب، في كل الاجهزه، في مرجعيه دايما للشخص الكبير المسؤول عن اللعبه. نعم. فده بناخد منه المشوره وبناخد منه يعني في المواقف الصعبه اللي الواحد ازاي ممكن يتصرف فيها، فده مسهل كتير جدا في وجود كابتن وائل عزت، في وجود كابتن فاضل، في وجود كابتن محمود حسن، الثلاثه المسكين جهاز العاب الماء وجهاز كره المايه. فطبعا ده يعني بيخف شويه من مسؤوليه الواحد على عكس ما كان لعيب. يعني الواحد وهو لعيب لغايه ما لما وصل ان هو يبقى كابتن فرقه في وقت من الاوقات، برضو الواحد بيبقى مسؤوليته عن نفسه، مسؤوليته عن الفرقه حواليه، ازاي ممكن يعني نركز في ماتشات، نستعد البطولات في وقت المعسكرات، الكلام ده كله. ولكن طبعا الموضوع بيختلف والمسؤوليه بتزيد لما الواحد بيبقى مسؤول عن منظومه زي كره المايه في الاهلي. يعني مسؤوليه كبيره. عكس كابتن ساره، انت اصلا يعني انت كابتن الفريق صحيح؟ لا 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 مش كابتن الفريق. لا لا والله من كباتن الفريق. طيب وانتوا الحقيقه ما تعودتوش ان انتوا ما تكسبوش بطولات زي ما حصل السنه اللي فاتت. انت من كباتن الفريق كنت بتقعدي لما بتقعدي مع زميلاتك بتقولوا لبعض ايه؟ بتحمسوا بعض ازاي؟ بص هو احنا في الاول يعني الموسم اللي فات اللي حصل ده فعلا كان ربع، يعني اول مره يحصل في النادي الاهلي في الهاند بول يعني عموما. فده كان حاجه من جوانا كده اللي هو احنا متضايقين جدا، زعلانين، مش مصدقين هو ازاي ولا بطوله في الموسم خالص. على عكس العاده يعني صراحه حصل لهم ظروف معاكسه كثير جدا الموسم اللي فات. زي ايه؟ يعني في اكتر من لعيبه بطلت، في اكتر من لعيبه اتصابت، تغيير اجيال يعني. كان في عمليه احلال وتجديد كتيره في نص الموسم. كل ما يبداوا ياخدوا ستاب ان هم يرجعوا لمستواهم في حد يتصاب تاني. احنا جينا في اخر الماتشات تقريبا كانت نص الفرقه قاعده بره مصابين. ما كانش في بدايل اصلا تلعب. بالظبط. ما كانش في فعلا بدايل، اللي هو اللي كان في الملعب كان تقريبا هو الوحيد في الملعب، اللي هو لو حصل له اي حاجه ممكن ما يلاقيش بديل. فكانت بس الظروف بتمر يعني 15 سنه او يعني 15 بطوله بخمس سنين، ده رقم كبير جدا. فبيمر سنه اكيد بيبقى فيه ظروف خاصه، بقى عاده توفيق اوضاع يعني. ما هو ده اللي يخلينا ان هو نرجع احنا. لا طبعا احنا مش الاهلي اللي يبقى بعيد عن الاول، او مش بعيد، مش هو اللي يبقى واقف اللي هو لا مش ياخد تاني لا مش احنا يعني. فده اللي خلينا عندنا حافز السنه دي ان احنا ان شاء الله نجيب البطولات كلها باذن الله. صحيح صحيح، تاريخ كبير لكره القدم، على خاصه يعني سيدة 25 سنه بتاخدوا البطولات. وبعدين كان معانا يعني زميلاتكم هنا موجودين في البيت الكبير، فهم شرحوا الحته دي. يعني انا كنت فاكر ان في نوع من انواع التشبع شويه، يعني لما واحد ياخد بطولات كتير بيجي سنه من السنين بيبقى الموضوع بالنسبه له خلاص السنه دي مش مشكله، لكن الظروف اللي مرته بيها يمكن ان شاء الله يعني تعوضوا بقى السنه دي كمان، مش هتتكررش تاني. ممكن ده استثناء. انتوا دلوقتي ماشيين هايل يعني صح؟ احنا دلوقتي ترتيبنا اول، متصدرين الدوري ب 30 نقطه، الفرقه اللي بعدينا 25 يعني. فلسه واحنا لسه في اول جوله، في تقريبا في الجوله ال 11 او ال 10، فلسه يعني لسه بدري يعني. بس ان شاء الله يعني احنا عنا يعني كل اذا كان الجهاز او اللعيبه كلها ان شاء الله يعني ناخد الاربع بطولات بتاع الموسم. مركزين قوي الموسم ده اكيد. انا عايز اروح لعمرو في حاجه معينه، حراسه المرمى عامه في كره القدم مش كل الناس بتبقى حارس مرمى، يعني عايز اربطها برضو بالووتر بولو، ان حراسه المرمى كمان في الووتر بولو اعتقد عمليه اصعب كمان حراسه المرمى في كره القدم. ليه حراسه المرمى بشكل كبير، او يعني انت شفت نفسك ازاي كحارس مرمى، ولا بدات بلاير عادي في الملعب وبعدين حسيت ان الموضوع حصل خناقه في الموضوع ده؟ خناقه كمان يعني
مامتي المدرب ساعتها اول مدرب شافني قال لي انت هتبقى جون. فمامتي راحت له قالت له لا انا عايزاه يلعب ويجيب جوان. ايوه انا عايزه يلعب راس حرب. هو يقعد يلم الكور من الجون. لا انا عايزاه يلعب. قال لها لا سيبيه وانا شايفه كان حاجه. كم سنه كان لسه عمرك كم سنه؟ كان 13 سنه الكلام ده وانت صغير يعني ناشئين يعني. وانا عندي 17 كنت بلعب كاس عالم مع منتخب الناشئين اللي هو كاس عالم. انت استقبلت ده ازاي؟ انت لما قال لك حراسه المرمى ما حسيتش ان يعني والدتك عايزاك تلعب وتجيب اجوان؟ لا خالص انا كنت عايز ابقى جون جدا فعلا. انا كنت عايز ابقى جون جدا يعني. يعني حسيتها مختلفه يعني. احنا كلنا بنجري ورا كره واحده. بالظبط. خلينا لا كره واحده هتروح فين؟ رايحين هجوم دفاع فخلينا انا واقف. صح بالظبط. بس هي على مستوى الصعوبه هي مع احترامي طبعا لكل جوان الالعاب الثانيه ولكن كره الميه انت بتعمل يعني دبل افورت. انت مش واقف على الارض. طبعا يعني اذا كان هاندبول اذا كان قدم انت مش واقف على الارض. انت الفوت وورك بتاعك مختلف جدا. فالقصه محتاجه يعني تمرينات رجلين عاليه المستوى جدا عالي جدا وقاسيه. محتاج توافقات. محتاج توافق عضلي عصبي من نوع معين غير انت غير انت مش طبعًا. في الارض. بالظبط. فالجامب او المقص اللي احنا بنسميه عندنا ده او التيك اوف ده موضوع صعب جدا يعني. ولكن بالممارسه كل حاجه بتبقى افضل واسهل الحمد لله يعني. اكيد. نرجع بقى لغاده. غاده بقى يعني اختك في حراسه المرمى ومن يعني من اقوى اللاعبات في حراسه المرمى مع انها اعتزلت. مين اللي كان يعني هي اللي اخذت قرار الاعتزال ده ومين اللي رجعها مره تانية عن فكره الاعتزال؟ هي بس هي انا مثالها الاعلى غاده اصلا. اكيد صح. اكيد طبعا في حراسه المرمى اكيد. في كابتن عمرو ممدوح تتحكي على ايه؟ شناوي كره اليد كره الميه. لا غاده السنه اللي فاتت هي كانت اتجوزت في شهر واحد فكانت اتقالت انها تكمل بقيه الموسم. وبعد ما خلصت الموسم كانت متفقه مع جوزها ان هي تجيب بيبي فقالت انها تعتزل الموسم ده وتجيب بيبي يعني وتشوف بعد كده الدنيا هتمشي ازاي تستمر ولا لا. بالظبط. طب معلش قبل ما تكملي بس الحكايه دي ما احنا معانا كابتن وائل عزت رئيس جهاز العاب الماء في النادي الاهلي. اهلا بيك يا كابتن وائل. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. مساء الخير. مساء الخير يا كابتن. على كابتن هاني رمزي وعلى كابتن عمرو وعلى كابتن ساره وعلى حضرتك. ويعني انا سعيد ان انا معاكم في النادي. احنا سعداء موجود في بيتك في البيت الكبير في النادي الاهلي ومعانا نجوم على مستويات مختلفه في الميه وعلى الارض من نجوم النادي الاهلي. لا انت معاك ناس يعني عمرو انا يعني بالنسبه لي مربي طبعا ساره لعيبه هاندبول كبيره وزوجته وعيله اهلاويه زي ما بيقولوا كده من الالف للياء وناس ابطال وانا سعيد ان انا موجود معاهم وسعيد ان هو عمرو معايا وسعيد ان العيله دي كونت في النادي الاهلي وان شاء الله يعني يجيبوا اولاد يبقوا ابطال برضه يكملوا مسيره باباهم وامهم. يا رب ان شاء الله. يكملوا المسيره دي يا كابتن وائل ان شاء الله. ايه ابرز ما اللي بيميز كابتن عمرو ممدوح من وجهه نظر حضرتك؟ لا هو عمرو طبعا شخصيه جميله. انا يعني مش عايز اقول بقى اكبر نفسي يعني اعتبر نفسي اخويا الكبير بالنسبه له مش بيساووه. بس عمرو يعني على المستوى هو راجل طبعا من الناس المتميزين لعبا وخلص اللعبه. هو اساسا خريج تربيه رياضيه قسم اداره فعنده ملكه الاداره. انا راجل طبعا بحب الناس الاداريين. هو راجل منظم جدا راجل شاطر راجل انا فخور ان هو معايا. وان شاء الله شوفوا كده رئيس جهاز ان شاء الله المستقبل بتاع النادي الاهلي ان شاء الله. تحب تقول له ايه يا كابتن؟ كابتن اتفضل. كابتن وائل يعني اخويا الكبير طبعا. اتعلمت منه كتير جدا في الناحيه الانضباطيه جوه الملعب. اتمرنا مع بعض وقعدنا مع بعض كتير جدا نلعب. بعد ما بطل ساب فراغ كبير في الناحيه الانضباطيه. ناحية الانضباطية يعني ايه؟ الالتزام يعني. هو كابتن وائل عميد شرطة فالموضوع ده عنده مصر منظم جدا في كل حاجة.
الناحية الأخلاقية والانضباطية في الملعب بتبقى مهمة جدا بالنسبة له قبل الناحية الفنية. الواحد اتعلم منه وبيتعلم منه صراحة. أكيد كمان بناء الكوادر يا كابتن زي ما حضرتك بتتكلم، يمكن شفت في عمرو دوت وكنت أنا لسه هسأله، دايما اللعيب لما بيبطل بيبص لحتة التدريب، هو كان مدرب حراس المرمى لكن حضرتك شفت فيه كمان نوع من أنواع القدرة الإدارية، وده مهم جدا مش في الووتر بولو بس، في كل الألعاب، إنها لو ما كانش فيه إداريا الموضوع متظبط بشكل كويس ده بينعكس سلبيا على الإدارة الفنية وعلى نتائج الفريق كمان بشكل مباشر. يعني هو كابتن هاني كلام حضرتك صح، هو دايما أبدا بيبقى فيه دايما ندرة في موضوع الإدارة، هو دايما أبدا أي لعيب بيبطل بيتمنى يبقى مدرب وياخد السلك الفني. صحيح. الإداري ده بيبقى شغلانة صعبة وزي ما بيقولوا كده ورا الكاميرا يعني، بس هو يعني انا دايما ابدا بقول لهم المقوله اللي انا اتربيتها ويمكن كنت بسمعها من كابتن صالح، اداره قويه وفريق ضعيف تكسب، اداره ضعيفه وفريق قوي تخسر. فدايما ابدا الاداره هي العامل الاساسي والرئيسي في تكوين ونجاح اي فرقه. صحيح صحيح، ده عامل مهم جدا مش على مستوى كمان الووتر بولو، اعتقد على كل مستويات الاداره في كل حته، طالما الاداره قويه وقادره تسيطر بشكل كويس وعندها فيجن وعندها رؤيه، ده بينعكس على الاداره الفنيه وبينعكس كمان على النتائج والبطولات، وده اللي شفناه كمان. يعني عمرو اتكلم على سنين لعبه هو في يعني داخل الميه، مش داخل الملعب، داخل الميه، بطولات كتيره جدا، هو شاف ده ان حضرتك كمان كان ليك تاثير ايجابي، ان الاداره كان ليها دور اكتر من رائع في حصد هذه البطولات. يعني كابتن هاني انت كمان اتربيت في المانيا وشفت، يعني اتربيت في مصر وعشت في المانيا سوري يعني صحيح طبعا في المانيا طبعا، وشفت قد ايه ان الاحتراف والاداره والانتظام هو اللي بيوصل لعيب لاعلى المستوى، ويمكن حضرتك اللي شفته ده خلاه عندك افضليه واولويه في تنظيم الفرق والتنظيم ده. صحيح. فاحنا بنحاول يعني المسيره دي نكملها في النادي الاهلي، احنا ربنا عليها في النادي الاهلي. كابتن وائل ما في، اتفضل كمل. اتفضل يا فندم، اتفضل يا فندم. ما فيش ناس كتيره قوي يعني مهتمه بفكره كره الميه، يعني عشان برضو نبقى صراحه مش زي كره القدم برضو في النهايه. لا. لكن كلمني عن المنافسه بقى في كره الميه، مين اقرب المنافسين؟ مين اللي بينافس النادي الاهلي حاليا؟ هو حضرتك احنا في القطاع الناشئين احنا ونادي هليوبتس، يعني هو النادي هليوبتس بالنسبه لهم دي لعبة الشعبية الأولى. تمام. وعندهم فرق قوية واحنا الحمد لله بننافسهم، بنكسب بطولة، هم بيكسبوا بطولة في قطاع ناشئين. في القطاع العمومي أو الدرجة الأولى في احنا والجزيرة وهليوبتس. وبتتأرجح البطولات بيننا احنا الثلاثة. يعني مرة احنا خدنا السنة دي الكاس، الجزيرة خدت الدوري. السنة اللي فاتت نفس القصة. فاحنا دايما أبدا وهليوبتس بينافسنا. فاحنا الموضوع فيه منافسة قوية جدا بيننا احنا ثلاث فرق في القطاع العمومي أو الدرجة الأولى. طبعا ناشئين احنا وهليوبتس بنتنافس على جميع البطولات. تمام. نقطة تانية أحب، هو في عمرو في محترفين في الفرقة، يعني في ممكن تجيبوا لعيب محترف في دولة متقدمة يكون موجود مع الفريق يساعد الفريق أو يعمل فاليو للفرقة، هل ده موجود؟ ده حقيقي فعلا حصل في ثلاث مواسم، وفي عهد كابتن وائل كان أول مرة يدخل محترفين في النادي الأهلي. هليوبتس والجزيرة على طول كان عندهم محترفين، وده اللي زود من خبراتهم كتير جدا. احنا الخطوة دي خدناها متأخر عنهم شوية، ولكن الحمد لله كنا بننتقي محترفين من صربيا ومن المجر بعد دراسة سيفيهات كتير كاتيجري ايه على طول. وكابتن وائل الصراحة وبمساندة النشاط الرياضي ومجلس الإدارة ما كانوش بيدخروا أي جهد ان هم يوفروا لنا أفضل المحترفين. حتى على مستوى الإدارة يعني في أعتقد صربي أو مدير فني، المدير الفني موجود عندنا صربي، بقالنا برضو دي خامس موسم توافد المدربين المجر والصرب تحديدا، هم دول أفضل دولتين أفضل مدارس. أفضل مدارس أوكي. كان عندنا مدير قطاع ناشئين صربي، وبعدين جبنا مستشار فني لقطاع كرة المية مجري، ده كان مدرب المنتخب في وقت من الأوقات. وبعدين رجعنا تاني جبنا مدير قطاع ناشئين صربي، والمدير الفني الصربي اللي موجود عندنا دلوقتي ديان، ده مسؤول عن الدرجة الأولى وعن يعني استراتيجية كرة المية في النادي الأهلي لغاية الأكاديميات. حلوة. ده ثالث موسم دلوقتي، ويعني الحمد لله كله بيتعلم منه يعني.
المنافسه السنه الجايه كابتن وائل هتكون شكلها عامل ازاي؟ والله يا فندم هي هتبقى برضو احنا نفسها في الدرجه الاولى ولا في القطاع الاخير؟ هو القطاع لا الفريق الاول، انا اقصد الفريق الاول طبعا. الفريق الاول ان شاء الله في تلاعب ما بيننا احنا والجزيره والدوفيس، ونتمنى ان احنا نحصل على الدوري والكاس. وفي قطاع الناشئين طبعا كابتن وليد عزت عامل مجهود كبير قوي، وفي استراتيجيه جميله معموله بين الكابتن ديان اللي هو مدير فني وكابتن وليد، وان شاء الله هتنتج عنها نتائج متميزه ونتائج تشرف النادي الاهلي. ده مهم كمان، عايز اربط اداره او مجلس اداره النادي الاهلي زي ما مهتم بالكره كمان. انا شايف نفس السيستم بيطبق في الووتر بولو، ان حتى على مستوى كره القدم قطاع الناشئين عندنا مدرب تشيكي، لان المدرسه التشيكيه في تاهيل الناشئين مستواها عالي جدا، وبالتالي كمان قطاع الناشئين انا شايف من كلام حضرتك انه مهم جدا جدا انك تطلع مواهب وتجيب مواهب كتيره جدا من جوه النادي الاهلي، من اولاد النادي الاهلي عشان يمثلوا الفريق الاول يعني. هو كلام حضرتك صح، احنا طبعا على طول في دعم وعلى طول بيبقى في احنا كمان مركزين قوي ان احنا ندعم الفريق بالعناصر الناشئين عشان ده هو مستقبل النادي، ودايما ابدا هي كده دايره، احنا بنسلم فريق اولاد بيسلموا الفريق الكبير وبتمشي كده. وبالمناسبه كمان انا عايز اتمنى الشفاء لكابتن رؤوف عبد القادر مدير عام النشاط الرياضي، وربنا يقوم السلامه لان هو بيمر بازمه وعكه صحيه كده، وان شاء الله ربنا يقوم. الف سلامه عليه، الف سلامه عليه، يقوم بالف سلامه. يعني احنا طبعا سعداء بالمداخله دي يا كابتن، ويعني بنشكرك على وجودك معانا هنا في البيت الكبير، وكابتن عمرو كمان انا عارف ان انت عزيز عليه جدا، وان شاء الله كل التوفيق لحضرتك والاداره السليمه، ونشوف كمان ان شاء الله بطولات مستمره سواء على القطاع الناشئين او حتى الفريق الاول. ساره معلش يعني اخدت ساكته كتير يا حبيبتي، انا اسفين. كنت بتكملي الحكايه بتاعت غاده. غاده قلنا كانت بتتجوز في شهر واحد تقريبا، وبعدين جه الموسم خالص بالظبط، هو الموسم خالص شهر 4، وقررت ان هي تعتزل. قررت ان هي تعتزل تجيب بيبي، وبعدين تبقى تشوف بعد كده الدنيا هتمشي ازاي. يعني اللي فاهمه منك ان هي انت سبب يعني تراجع فكرتها عن الاعتزال. هو مش انا لوحدي والله، هو يعني احنا احتاجناها جدا الموسم دوت، واحنا وكابتن يحيى كمان كلمها عشان ترجع، لانها كانت عضو مؤثر جدا في الفرقه بصراحه، وكانت احد الخبرات اللي لما اعتزلت اثرت فينا جامد فعلا. ثقيله يعني. كانت يعني تعتبر من احسن الاجوان الموجوده في مصر يعني، فكانت رجوعها يعني ده دفع علينا اكتر ان احنا كمان نقدر نجيب البطولات كلها. فاحنا قعدنا اتكلمنا معاها، بابا اتكلم معاها، وحاولنا برضو احمد بصراحه كمان الفتره دي تقنعوها يعني. ما هي احنا كلمناها من اول ما هي بدات قررت الاعتزال، وقعدنا بقى موسم كامل احنا بنتكلمها اللي هو هترجعي امتى. حتى الفرقه كمان فضلت مثلا وهي حامل فتره الحمل دي كلها كانوا بيتكلموها اللي هو يلا ارجعي يلا. استعدي ان انت هتخلفي وتنزلي اللي على طول يعني. اكيد كابتن عمرو طبعا كان بيقول لها لازم ترجعي يا غاده عشان عايزه مرانه مساله لا مساله يعني لازم تستمر في ملاعب امتداد ليك يعني اكيد بشكل كبير. حبيبي يا كابتن. لا نورت. بص يا عمرو، يعني دايما لعيب الكوره بيجي عند وقت معين يقول لك انا خلاص مش قادر وبطلت، او بيكون في ضغوط من مدير فني او الناس شايفه ان هو لا ده لازم يبطل. الووتر بولو ليها سن معينه وخاصه حراسه المرمى بشكل خاص، انت حسيت ان لا خلاص اتس اوفر يعني خلاص انا مش هقدر، ولا كان اعتزالك جه بأنهي شكل؟ والله بص يا كابتن هاني، انا اعتزلت 2012، انا كان عندي لسه يعني مساحه اني ادي في الملعب 3-4 سنين كمان، ولكن التوقيت ده كان فيه اكتر من عامل يعني اتحكم في قراري ده. اول حاجه وقت الثوره، ده كان وقت الثوره، الدنيا كانت صعبه جدا والصوره ضبابيه جدا، انت مش عارف هترجع امتى، يعني الرياضه هترجع مش هترجع. تاني حاجه المنتخب الاول ما كانش فيه بطولات او تمثيل دولي ليه، مسابقات دوليه ما كانش موجود. ما كانش فيه. فتالت حاجه انا كنت بحضر ماجستير في الاداره الرياضيه، وكان لازم اناقش، يا اما الاربع سنين او الخمس سنين اللي درستهم دول كان لم يكن. فساعتها كان كابتن وليد عزت موجود، وكمان كنا سافرنا بطوله عربيه في الكويت،
وحصل مشكله كنا احنا ونادي هليوبلس وحصل مشكله معانا من فرقه هناك. اوكي. فالنادي ساعتها خد قرار مجلس اداره ما فيش اشتراك في بطولات عربيه تاني. فانت دلوقتي بقيت انت تلعب دوري وكاس اللي هو انت لعبتهم كتير قوي. لعبتهم كتير قوي ومش عارف هتلعب تاني امتى. هتلعب تاني امتى بالظبط؟ وفي نفس الوقت الحته الثانيه طب انا الماجستير ايه؟ هعمل ايه؟ كان قرار صعب برضو. فخدت القرار وكان ساعتها كابتن رؤوف عبد القادر ربنا يقومه بالسلامه ان شاء الله كان لسه متولي النشاط الرياضي. قعدنا معاه وقال لي انت هتبطل ودي مش هنساها له يعني. وكان كابتن وليد معايا وكابتن سيد صادق الله يرحمه. قال لي انت هتبطل بنهايه الموسم انت هتبقى موجود معانا في الجهاز في الاداره فلازم تاخد تحسم قرارك. فكان قرار ده صعب ساعدك جدا عليا. ده ساعدك شويه في انك طبعا انك هتكون متواجد كمان في الموضوع اكيد حضرتك حسيته. انت لما بتلعب ومره واحده اللي هو انت مش هتروح التمرين صح. انت حياتك كلها تتغير. طب ايه؟ فده ساعدني كتير جدا حتى الفتره البينيه اللي هي ما بين نهايه الموسم ولغايه لما ابتدينا الموسم كنت على طول مع الفرقه. كسبوا كاس مصر ساعتها كنت على طول موجود معاهم. وبعد الموسم على طول الحمد لله يعني كملت معاهم بشكل اعتقد تاني. اعتقد خدت القرار الصح يعني. انا في اعتقاد الشخص الحمد لله انا لو رجع بيا الوقت كنت هاخد نفس القرار في التوقيت كمان ده؟ يعني الجون اللي كان تحتيه اللي هو الجون الاول دلوقتي كان الفرق بيني وبينه 14 سنه. يا ده كان سنه يعني كان سنه صغير يعني. فالفرق كبير جدا. فاللي هو لازم الناس ديت تاخد وقتها وتاخد فرصتها زي ما احنا خدنا وقتنا وفرصتنا. ربنا يوفقك في العمل الاداري. ربنا يوفقك يا سارة شرفتينا. ربنا وان شاء الله يعني بنتمنى لكم التوفيق على مستوى حياتكم الشخصيه وايضا العمليه. شكرا جزيلا. شكرا ليك يا كابتن عمرو. شكرا كابتن ساره نورتونا في البيت الكبير. شكرا جزيلا. التوفيق ليكم ان شاء الله باذن الله. دي طبعا نهايه فقرتنا الثانيه. عندنا ان شاء الله الفقره الاخيره مع الكابتن الكبير عادل عبد الرحمن والكابتن اسامه عربي.